طبيب جزائري استطاع أن يصل إلى أعلى مراتب العلم في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. أبحاثه أبهرت رؤساء دول جد متقدمة وكفأه بما لم يصل إليه عربي قبله. أول ابتكاراته كان جهازا للتصوير المجسم، كما اختير كمدير عام لأعلى مرجع طبي في الولايات المتحدة الأمريكية ولمدة 7 سنوات. ندعوكم لاكتشاف قصة نجاح هذا الرجل الذي أحدث ثورة في عالم الطب ضمن هذا البورتري. هو ابن مدينة نضروما بولاية تلمسان. ولد البروفيسور إلياس صرهوني في 12 أفريل 1951. تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب سنة 1975 بجامعة الجزائر، فتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتدرج في مناصب عدة اعتمادا على قدراته العلمية. التحق البروفيسور زرهوني بجامعة جون هوبكنز بأمريكا واختار تخصصا علميا غير مألوف، التصوير الطبي عبر الأشعة. عام 1978 عين أستاذا مساعدا بالجامعة نفسها، ثم تدرج ليصبح أستاذا محاضرا في سن 34. وبين 1981 و1985 عمل في قسم الطب الإشعاعي بفرجينيا الشرقية، واشتغل على استخدام التصوير الإشعاعي كوسيلة للتشخيص المبكر للأمراض السرطانية. ابتكر أولاً جهازاً للتصوير المجسم السكانر، بعدها عاد إلى جامعة جون هوبكنز فعين أستاذاً محاضراً ثم رئيساً لقسم الطب الإشعاعي عام 1996. في تلك الفترة أنجز زرهوني 157 ورقة بحث معتمدة ونال 8 براءات اختراع عن مكتشفات في التصوير الإشعاعي، ومن منح الميدالية الذهبية للعلوم في أمريكا. الاكتشاف الكبير للبروفيسور زرهوني يتمثل في استعمال صور سكانر لتحديد نسبة الكالسيوم في الأنسجة الحية، ما مكنه من استخدام تلك الصور للتمييز بين الورم الخبيث والحميد، ما أغنى الأطباء والمرضى عن الحاجة إلى أخذ عينات من الأورام جراحيا، ما جعله أول من استعمل الصور الإشعاعية منذ 1978 لتشخيص مرض ترقق العظام. في 2002 اختير إلياس صرهوني مديرا عاما للمعاهد الطبية الأمريكية بموافقة من الكونغرس ولمدة 7 سنوات، وهي أعلى مرجع طبي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدها اختير ليكون ضمن فريق حكماء البيت الأبيض ومستشار الرئيس في مجال الصحة، كما عين كموفد خاص للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. عام 2008 تحصل على وسام فارس جوقة الشرف، أعلى وسام في الدولة الفرنسية. يواصل اليوم أبحاثه ودراسته في مجال الطب والعلوم الدقيقة. هذه هي قصة عالم من خيرة العلماء العرب، لمع نجمه وتألق في مجاله بمساره العلمي المتألق ونبغ في علم التصوير الطبي.